طيب، من وزارة الإنتاج الحربي نروح لأبرز تصريحات المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث قال إن ملف تقنين الأراضي بيحظى بأولوية في عمل المحافظات خلال الفترة القادمة، حيث سيكون التركيز على إصدار العقود لكل الحالات اللي ثبت بجديتها والمطابقة للقانون، ومشدد على قيام لجان المحافظات بسرعة الانتهاء من المعايرات للأراضي المطلوب تقنينها على طبيعة لحسم الموقف والتأكد من توفر شروط التقنين لها والمساحة الحقيقية لها. كمان أضاف مساعد الرئيس خلال الاجتماع الدوري للجنة لمتابعة أعمال التقنين بالمحافظات أنه ستكون هناك مواجهة حاسمة وبالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أو التزوير والتي يلجأ إليها البعض لتقنين الأراضي، ومشيرا إلى وجود تنسيق كامل ما بين اللجنة ومجلس الوزراء في هذا الملف من أجل سرعة الانتهاء منه بشقيه، سواء بتسليم العقود لكل مستحقي التقنين وفي الوقت نفسه بتحصيل حق الدولة. وده طبعا فإن التوجيه الواضح للمحافظة هو إصدار كل عقود التقنين والتي انتهت إجراءاتها القانونية. كمان استعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية، واللي أكدت أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت نحو 295 ألف طلب، سواء من المحافظات اللي سجلت لوحدها ب 273 ألف طلب أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية واللي سجلت 22 ألف طلب تقنين لأراضي مشروعات تحت ولايتها. ده يمكن كان أبرز الأخبار اللي متعلقة بالمشروعات القومية والاستراتيجية وتصريحات المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.